السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في رحلة جديدة. الرحلة ديال هاد النهار غادي نمشي للجبل دوار ايتو فاشير، البلاصة الاول بلاصة صورت فيها في هاد القناة. رحلتي الى جبل دوار. اوكي الخوت، يلاه راني خارج بالدار. ها هو كالعادة على الدراجة الهوائية، كيما كما راني غادي غير بالصندالة يعني. والله العظيم انا الصندالة ما بعيداش بزاف، نمشي ونجي نضربو دورة، ندير الرحلة ديالنا ونجيو مرورا على مدينة اكليمي ان شاء الله، باش ندي واحد جوج خبزات باش ناكل هذا الفريت. داكشي اللي كاين. تهلاو. خوت كيما قلت لكم غادي نفوت على مدينة اكليم. هو هذا السيكتور مجيت الثانويات ابن بطوطة التأهيلية. تحياتي لهم كاملين. وهادي الحانوت ديال عزيز. عزيزي على ودي ديك الخبزات، الخبز اللي كنت نسيت. ما عديتكوش قلت له غير الخبز اللي نسيت ما جبتش. يلا نكملوا الطريق. ها هو السي عزيز. السلام عليكم. ايوا لوطو عندك واش لوط؟ والله الا تبارك الله. ايوا راك عارف تستاهل. الله دور السعيديه. اكل معروف. تستاهل الجنه سي. الله بخير. بخير صحة الجنة. السلام عليكم. ايوا تحية للسي عزيز. امين اخويا. الله يحفظك. تحية. ايوا نكملوا الطريق ديالنا. الله يهون عليك. يا ربي يهون عليك سي. امين الله يهون عليك خويا. امين الله. قلت نكملوا الطريق ديالنا الفاشير ان شاء الله. تحيات. اي فوالا، من بعد ما فتحت على مدينة اكليم دابا راني في منطقة بوغريبة. هادي هي بوغريبة اللي قلت لكم. راني قدام مقبرة لالا باتولا الله يرحمهم اجمعين يا رب العالمين. هيا دابا نكملوا الطريق ديالنا. المهم دابا باش نكمل من الفاسير غير طلع طلع ماكيمشي شي طلع، ولكن غادي نولي الهدى. انا نفوت الرحلة ديالي بخير ان شاء الله. يتهلاو. غادي نفوت الاول للحانوت في اكليم باش ندي واحد جوج خبزات هما اللي نسيت، فهمتوا؟ مع دي جوج خبزات نقول لكم شنو عطاني لي فابور بيليك. المهم عطاني واحد كوجاكا كليتها مع الطريق. فابور بيليك فابور. المهم عطاوني عزيز يعلى اللي شفتوه معايا في ديك اللقطه اللي فاتت، وديديكاس ليه من هذا الفيديو. عطاني جوج بطاطا، جوج خبزات، وجوج مسكات، والقرعه ديال المناضة. ها فابوري واش دير ليه مزيان غير مزيان وصافي. الله يكثر خيره ويخلف عليه. زعما حتى الرحله غادي تطلع واعره، ما كنتش كاع داير عليها، كتمشي غير فيهم الشكل. هيا نديروا لها السميه البطاطا ديال عزيز، ديال السي عزيز. هو واحد من المشجعين ديالي اللي شوف قال لي راك كتمشي لوجده الناظور كلشي على بسكليت. قال لي تمشي، قال لي فين ما بقيت اونبان صوني لي ولا صيفط لي ميساج نجي حتى لعندك نديك. ايوا شفتو اللي زين غير زين، والله يخلينا في صباغتنا. هادي واحد الشجرة ديال الزيتون جاية على الطريق بحال درك ملي كيكونو طالعين الصفقة ديال فاسير. شحال هادي قبل كورونا ملي كانو يديرو داك الصداق جوج مرات في العام، بحال اللي كيكون طالع اوتوستوب ولا على الرجلين ولا بيسكليت كيريضو كيستريحو في هاد البلاصة. زوينة واعرة بزاف بزاف والله، كبيرة فيها الظل، فيها شي سماكة فين تجلس. طلعت داكشي اللي راني داير. اوكي راني واصل عند واحد السقايلة جاية غير على الطريق فقط، كيديروها ابناء المنطقة لا اللي ساكنين لهنا ولا من الجالية ديال هاد المنطقة. يعني باش كيتعاونو كيديرو واحد البير اللي كيكون غالي بزاف والمصاريف ديالو غاليين بزاف طالعين بزاف، يعني غير باش يقدرو يدخلو الماء ديال الشريف في هاد المنطقة. يعني فاش كيساليو كيديرو هاد السقايه، يعني قالك كيما شفتو معايا قالك 50 لتر لواحد، قالك اوقات العمل كيخدمو من 8 حتى ل 6 وفابور، يعني فقط كيسالكم الدعاء وصافي. داكشي اللي كاين. مرات فاش كنت طالع للرحله لسيدي بوزيد اللي هي هاد المنطقه، هي سيدي بوزيد اللي كتسمى الغرفيه ولا السلاح، فاش كدور الاول كتفوت على السلاح، وهذه كتشوفو معايا سيدي بوزيد لي جات لها قناة الأفلام الوثائقية أمودو. قلتلكم إلا درت على اليمين طلع سيدي بوزيد، تقدر تخرج كتا في تافوغالت ولا الشويحية، ولا درت على اليسار كطلع الجبل دوار أيتو فاسير. هاهي مكتوبة في هاد البلاكة، وأنا راني طالع الجبل دوار أيتو فاسير. أيا نخليكم.
والطريق ديال جبل دوار فاسير واخا كان الجبال كان القدران اللي لحقوا طريقه يعني كتجي منا، ولكن انا جيت منا في لابيس غادي نكون نقصت عليا شي 2 ولا 3 كيلومتر شويه بعيد. نضرب خصني نضرب واحد المسافه، الاول خاصني ندوز على عين الطلبه بعدا جاي على الطريق عاد ندخل جبل ايت وفاسير. نخليكم هيا لنكمل طريقنا. ها هي اللي غادي في الغابه وحده، هذه اللي تشوفوا معايا هذه هي عين الطلبه، هذه في الدخله ديال دوار فاسير. ها هو الجبل الى كيبان لكم داك، راه ماشي جا غير في الخلا ولا راه كاينين لهنا السكان. شفتوا كيفاش دايره الدعوه، المنظر واعر. ايه كتجي تدخل كتلقى مع الهدى بعدها. وهذه هي عين الطلبه بالضبط اكزاكت. هي جا داروا لها الباب لحقاش خاطر بديك الجو كيغرسوا تما. هاد السلم تعرفوا باللي نعقل عليه هو هنايا، راه فايتها 15 عام. ها هي عين الطلبه بالضبط، هذه هي عين الطلبه. وقيل هذيك الفريت غادي نقريها غير هنا. حطوا هاد الميكا هنا، بان لي دار واحد الحفره. يمكن بغاو يديروا شي بير ولا ما نعرف، يمكن لنا شي بير يبان لي الماء بالتحت. هذه هي عين الطلبة، ما عرفتش علاش داروا لها التسمية عين الطلبة، قدر شي حاجة في القديم وصافي. الله إلا واعرة بزاف. إيه فوالا هذه هي عين الطلبة إكزاكت. كاين هذيك البلاصة اللي فتلة على بيسكيت شتو داك المنظر اللي واعر بزاف، وكاين هاد البلاصة اللي كتسمى عين الطلبة هي إكزاكت في هاد البلاصة. هي كاينة واحد الحجرة كبيرة وكاين أنفاس ليها واحد السلم اللي كطلع مع داك الجبال وكاين الماء. عجبتني واحد الفكره اللي هنا غادي نبارطاجيها معكم. الماء يعني كيخرج كيخرج من الجبل طبيعي 100% 24 ساعه على 24. دابا هذا راه هنا قش على دار كان مجهد، ولكن ما عرفتش شكون اللي فكر داروا له واحد التيو برونشاو له التيو من الفوق حتى لتحت. ها هو كيتكب في هذه البلاصه وداروا خدموا له هذه البلاصه هذه بالسيما يعني باش تشرب منها الكسيبه يشربوا منها النعاج الى اخره. يعني بعدا داك الماء ما يمشيش باطل بعدا يستغلوه. يعني فكره واعره بزاف بزاف، وتحياتي اللي دار تحياتي لهذا السيد اللي دار هذا العمل. ما عرفتوش شكون، انا شفت الفكره وبارطاجيتها معكم. داكشي اللي كاين هاهي منظر واعر واعر تعرفوا ولا في الخيال، واعر بزاف. ايوا حنايا غادي بانت لي ندير غير لهنا ندير الرحله ديالي، ولكن فاش غادي نطيب الفريت لي ما لي ما نعرف. انا ان شاء الله غادي ندير لهنا الرحله. اراكم بعد الفاصله ونواصل. كوما غادي نتغدى في هاد البلاصه اللي كتسمى عين الطلبه بالضبط. تعرف واحد المنظر واعر واعر بزاف، الرحله اللي عمره ما تنساها. اوكي الخوت هيا الفريد ديالنا بدات كطيب تبارك الله. انا والله ما كنت ناوي غادي نتلاقى كاع الحطبه انا كاع. اجمل منظر في العالم، عرفوا الديكور واعر بزاف. نسيت لي معلقة اللي نسيت، والله إلا نسيت، نخلطو غير بالعمود. شافبورك، شافبورك ديال جوميا، وخا طابت كي غادي ندير نهزها راه تعرفو المعلقة واعر، نهزها بيد خحم. ها هو الغدا ديالنا واجد، ها هو درت الفريت، ها هو كاين لهنا الخبز، ها هو الكاس، كاين المناضة، مع أجمل منظر في العالم كامل، هيا ديك المغارة اللي لهيه. هو دابا عاد لي ودن العصر، انا كنت كنطيب. هو البسكليت ديالنا حاضر تبارك الله اللهم بارك. ايوا ايوا شرب كثير. الأجواء رائعة،
تعرفوا لا راه طبا واعر هانيش والله الا واعر بزاف شعبي 100% والله الا واعر وفي السطاب شي 10 دقائق اوكي من بعد ما بارطاجيت معكم شويه ديال الاجواء في هذه البلاصه زوينه بزاف وتغديت لهنا وجمعت الصوالح ديالي لقيت البلاصه ودابا غادي نطلع للجبل دوار فاسير واخا راني في الجبل ديال دوار فاسير يعني غادي نمشي بالضبط يعني فرادوك السكان وفرادوك السقايا فرا المقبره ولا فرا العنصر هذه هي الدوره التاليه اللي قلت لكم غادي الدوره وغادي تخرجوا في عين الطلبه وهذه اللي كتشوفوا معايا دابا هي عين الطلبه شتو الجو شحال واعر بزاف بزاف تعرف معاك ترتاح شويه ولا كتغدى ولا تشرب اتاي ولا في الطبيعه كتكمل الطريق ديالك نورمال ما كتنسى داك التمر اللي ضربت ديال الطريق ولا اكثر يا الا كنت غادي تبات ويصبح عليك داك الحال ديال الجبل كي تعرفوا كيفاش داير ولا واعر بزاف هيا دابا نكمل الطريق ديالي تبقى لي شي كيلومتر ولا نص ها هي يعني الطلباش تاع كيفاش دايره والله الا واعر هانيش واحد المنظر ما تلاقاهش حتى في ناسيونال جيوغرافي المهم انا غادي نسوق شي نضرب شي البيداله حتى نتلاقاو عند ديك السقايه اوكي اخيرا وصلت لجبل دوار ايتو فاسير دابا راني اكزاكت قدام المسجد هو المسجد الوحيد اللي كاين في جبل دوار فاسير وراني كنهضر غير بلادي تعرف واحد المنطقه اللي هذه راه ماشي اول مره نجي لها راه الاصل ديال الوالده ديالي منا وراه كل مره كنت كنجي لهنا يعني واحد البلاصه اللي واعره يعني نقول لكم باش معروف هذه المنطقه ما باتش شي حاجه معروفه بهذه المنطقه يعني بحال شي نبات ولا بحال شي شجره ولا كما كنعرفوا اي منطقه كتكون معروفه بشي نبات ولا بشي بذره ولا بشي حاجه ولكن هذه المنطقه ما بانتليش معروفه بشي حاجه ولكن فيها المناطق شي بلايص زوينين بحال عندك السقايه كيجيو من اكلهم النواحي كيفاش كيعمروا ديك السقايه كل تما العنصر كيجري منه الماء طبيعي كيخرج من الجبل كاين كلشي اللي كاين واحد المنطقه اللي هادئه بزاف بزاف وانا صراحه كنرتاح فيها انا ارتاح غير شويه ونبارطاجي معكم الاجواء كيفاش دايره تحياتي ودابا راني بالضبط في المقبره ديال جبل دوار ايتو فاسير بالضبط راني فيها الله يرحمهم اجمعين يا رب العالمين وحتى انا مدفون لهنا جدي بان الوالده ديالي احمد قاسمي الملقب بالمهاجر راه معروف والله يرحمه ويسع عليه حتى هو مدفون لهنا في هذه المقبره ولكن ما عرفتش فين بالضبط يعني القبر ديالو كنت جيت وانا صغير لهنا باش نزوره ولكن ما بقيتش عاقل كاع المهم دابا غادي نطلع غير شويه باش ندخل مع الباب صافي هيا نمشيو هو هذا السور اللي داير على المقبره كامله
وعلاش تسمات فاسير؟ فاسير مشتقه من فعل افسر، يعني افسر بالشلحه، يعني افسر احلواش، يعني نشر الكسوه. وقال لك فشحال هذه في القديم، يعني النساء كانوا يصبنوا الكسوه غير على الحجر، على داك الشيء داروا لها فاسير. داك الشيء اللي كان، الحاجه اللي عرفتها قلتها لكم، ما قلت لكم شي حاجه زياده، ما قلت لكم شي حاجه نقصان. هذه هي، امشيو نبارطاجي عاود معكم البلاصه الداخله كاع مع الدراري تما كلشي. يلا اسمع، هاي شد الكاميرا. اسمع، قول شي اي حاجه بغيتها قولها، ما تحشر. مزيان قاسمي. قول شي حاجه. تسلم على شي واحد كتعرفه؟ شي واحد راك كتبان كامل في الشاشه؟ لا ما راكش تبان. ها وضوك كان بيه. يلا قول السميه ديالك. مزيان قاسمي. هيا يعطي الله خويا. وشوفوا واش راك كتبان كامل. حسين قاسمي. شوفوا واش راك كتبان كامل. وليد رزقي. راك كتبان كامل وليد رزقي. عطي الله خويا. عمر قاسمي. كتبان؟ ميمون منصور. ميمون منصور. كتبغي تسلموا على شي واحد كتعرفوه يكون في الخارج ولا هنا ولا؟ كيحشم اسمك. انا ابو كامل. علاه نسلم على؟ قول قول زعما زعما. زعما تسلم على شي واحد دير له قول له كنسلم عليك. شي واحد بالسميه ديالو. راه ديروا باي باي الكاميرا كاملين. هذا هو ولاد جبل طوار فاسي. شكون اللي زين هنا ولا اكل؟ هنا كيقول لك زين هاد البلاصه. تاع راه البلاصه والله لا واعره بزاف. هيا ديروا باي باي الكاميرا التالي. باي باي. لا كاين هاد المسجد اللي قلت لكم، المسجد الواحد اللي كان بهاد المنطقه جبل طوار فاسير. وكاين هاد الضريح ديال سيدي ابراهيم، الضريح ديال واحد الوالي. وهاد المساحه اللي كتشوفوا معايا اللي قلت لكم كتكون ديك الصدقه ديال جوج مرات في العام لهنا اللي كيصلي وكيقراو القران. فهاد المساحه الكبيره اللي كتشوفوها معايا هي الدوا كي دايره. هادي هي الباب ديالو. وكاين هاد الباب اللي خليت فيها بسكليت. فين خلينا بسكليت باش ما يديه حتى واحد. يا وي هاد البني تعرف ولا تدور عليه بالفلوس وما تلاقاش. اقسم بالله اوكي. من بعد ما بارطاجيت معكم المسجد بهاد الجهه والاجواء كيفاش دايره منا، وبارطاجيت معكم المقبره اللي جايه من الفوق، جايه من ديك الجهه. دابا غادي نهود، غادي نصور ديك السقه اللي قلت لكم كيجي من اكلم النواحي اللي كيعمروا منها الماء، ونفوتوا العصر ونمشيو نروحوا. باي. Thank you.
باقي هذه هي السقايه اللي قلت لكم كيجري منها الماء ديال الشريب طبيعي 100% اللي كيهود من العنصر الفوق اللي غادي نمشي دابا نصور فيه ان شاء الله. كيكون الماء طبيعي لانه كيجيو من اكليم والنواحي باش كيسقيو من هذه السقايه اللي كما كنقول لكم فقط كيسال لكم غير الدعاء وصافي. يعني الواحد اللي جاي يعمر منا يدعي في الخاطر ديالو وكلشي اللي كاين. المهم هذه هي السقايه اللي واعره بزاف، هي الطلعة ديال العنصر وطلع العنصر يلا باي. وهذه واحد البلاصه اللي كتسمى العنصر اللي قلت لكم غادي نوصلها اللي جايه في الجبال. انا كنوريكم دوك المناطق اللي تقدروا توصلوا لهم، ماشي المناطق، دوك البلايص اللي في هذه المنطقه جبل دوار فاسير. اي واحد كيمشي للمنطقه ما كيعرفهاش كيحاول ما امكن يسول دوك البلايص اللي يقدر يوصلهم في ديك المنطقه. وانا بحال في ميتا نقول لكم العنصر السقايه هذا البلاص ماشي غير في جبل دوار فاسير، في اي بلاصه يعني كنحاول ما امكن نوريكم غير دوك البلايص واخا ما كنصورش الطريق. يعني بحال غادي تمشي لديك البلاصه غادي تسول تقول له فين جا العنصر، فين جا هذا، فين جا هذا، داكشي اللي كاين. العنصر كيجري منه الماء، هذا هو الماء اللي كيمشي عند ديك السقايه اللي هي اللي برونشاو له واحد القادوس، يعني كيمشي ما عليه حتى شي حاجه، الماء صافي 100%. ها هو كما كتشوفوا معنا واحد الجو رائع رائع رائع، والخضوريه يا سلام. ها هو شتو كي داير واعر بزاف. حتى انا ترشاق ليا كنمشي شي بلاصه يعني واخا كتعيا كتلقى فيها الماء، ماشي بحال شي بلاصه كتكون يابسه. والله لا واعره بزاف والاجواء انا رائعه. نصور حتى تطفي الباتري ما باقي له والو. نتمنى نكون شاركت معكم ولو شويه من هاد البلاصه اللي زوينه بزاف واعره بزاف، وان شاء الله غادي نعاود نصور فيها وعلاش لا الى كتاب. داكشي اللي كاين لحقاش هاد البلاصه عندها الناس اللي موحشينها بزاف بزاف. انا واخا نصور غير جوج دقائق راه الناس غادي تشبع بها، لان راه كتايا عندها الناس اللي موحشينها بزاف بزاف. داكشي اللي كاين، وهذا هو جبل دوار فاسير، فيه العنصر السقايه، المقبره، المسجد، فيه يقدر يكون فيه شي بلاصه ما كنعرفهاش. كاين عين الطلبه. داكشي اللي كاين، نتلاقاو في منطقه جديده فيديو جديد. تهلاو فراسكم، باي.